عقد مجلس الشورى جلسته 13 صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس. مجلس الشورى قرر خلال الجلسة إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي إلى اللجنة مجددا، وذلك لمزيد من البحث والدراسة. الوضع الاقتصادي كان سيد الموقف في جلسة مجلس الشورى 13، فما تمر به مملكة البحرين من ظرف اقتصادي صعب لم يسمح بأي زيادة في الأعباء المالية للدولة. طبعا الأسباب الأساسية في رفضها الآن هو الوضع الاقتصادي، ما قالت على أسعار النفط ولقد الموازنة وعدم قدرة في الحقيقة الدولة على زيادة الأعباء. لكن كان المقترح أيضا أحد الأعضاء بأنها إذا كان هناك ظروف تحسنت وإذا كان في مجال لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية فحتما المجلس سيكون بموقف واضح وسوف يساند مثل المقترحات هذه. وبعد مشاورات ومداولات طويلة أعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون زيادة الرواتب في القطاع الحكومي إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فيما رفض مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص. احنا اليوم التوجه كان واضح، نحن مع كل ما يمكن ان نعطيه الى المواطن بحيث يكون هناك موجود في استمرارية في مستوى معيشة كريمة. احنا اليوم للاسف يعني عندنا موجود في ظرف اقتصادي غير اعتيادي يحكم علينا ان احنا نتخذ قرارات بحيث ان لا تكون هناك مثل العبء على الاجيال القادمه. وانا اعتقد شخصيا بان احنا اذا اخذنا القرارات الصحيحه اليوم بالنسبه الى الاعباء الماليه ممكن هي اللي راح تستفيد منها في خلال انتهاء الظرف الاقتصادي الغير طبيعي في الوقت الحالي. عرض اليوم في جلسه اليوم تقرير المتعلق في زيادة الرواتب إثر على ضوء مقترح تم تقديمه من مجلس النواب سنة 2008. طبعا اللجنة اتجهت إلى مسألة رفض المشروع بقانون واتفقت بذلك الرأي مع اللجنة المالية في مجلس النواب برفض هذا المشروع بقانون. والأسباب في ذلك أن طبعا قدم تقديم هذا القانون كان في سنة 2008 وترتب بأن في سنة 2011 تم تقرير زيادات في الرواتب. طبعا احنا طلبنا إعادة التقرير للجنة باعتبار أنها يجب أن تنظر أيضا للتبريرات والأسباب وأن يتم تفنيدها بشكل واضح. موجة الرفض تواصلت لتشمل أيضا مشروع تعديل قانون التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.